خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فقدت عقدا، ذهبت تبحث عن العقد، أوذن للركب للجيش أن يحركوا، أن يقوموا، أن يقفلوا. أنا أتكلم أنا بلغة بسيطة عشان المشاهد الكريم. خرجا رجع الناس، هي لم تعد بعد إلى مكان الجيش، عادت لم تجد أحدا. جارية حديثة السن صغيرة خفيفة اللحم جدا، فاستندت تحت ظل شجرة وقد علمت يقينا أن الناس سيفقدونها ويعودون إليها. كان صفوان بن المعطل من قبيلة يكثر فيهم النوم، قد تأخر لهذا السبب في الغالب أو لسبب آخر بقدر الله، لم يقم مع الجيش عندما تحرك. فلما رآها رأى شبحا قدم أقبل فعرفها، لأنه كان قد رآها قبل أن تنزل آية الحجاب. من الله عليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن بصير، عرف أن الناس لن يتركوه، لكنه لم يجد بدا. أناخ البعير ركبت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحملها وأخذ يقود البعير، لا كلمها ولا كلمته. الجيش قبل أن يصل المدينة أناخ مرة أخرى في عز الظهيرة، والجيش تفرقوا، هذا يطلب الماء، هذا يقضي حاجته، وهذا يطعم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هم على تلك الحال إذا بصفوان يقدم ومعه أم المؤمنين في الهودج في على بعيره. لما رأوها راح عبد الله بن أبي بن سلول، أي أحد ينازع أحدا في شيء لن يرحمه. عبد الله بن أبي كان ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه كان يرى أنه أهل لأن يحكم المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال قولته المشهورة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما رآها بالنسبة لعبد الله بن أبي مطلب يتمناه، وجد مستمسكا. فلما رأى صفوان يقود أم المؤمنين قال كلمته عياذا بالله. طبعا الكلمة بعض العلماء الأتقياء يتحرج أن يقولها، يعني مثلا أبو حيان في البحر المحيط قال ما أقولها، لكن أنا مضطر أن أقول ماذا قال حتى يعلم إخوتنا الشيعة الأمر على بينة. فقال عبد الله بن أبي امرأة نبيكم مع رجل آخر والله ما سلمت منه ولا سلم منها، والله إن الإنسان الآن قد يرى من يرى من النساء مع رجل لا يتجرأ ديانة أن يتهمهما أيا كان حال الرجلين، فكيف بزوجة نبينا وبرجل عبد صالح صفوان بن معطل. قال هذه الكلمة، الناس فيهم الذي إيمانه قوي، فيهم الذي إيمانه ضعيف، فيهم الذي يمشي مع إما مع كل أحد، كل خلق فيهم هذه الدرجات، فيهم هذه المواقف. فتلقفته بعض الألسن، عادت إلى المدينة، وصل الجيش إلى المدينة. هي رضي الله عنها وأرضها لا تدري إلى الآن، وشاع هذا في بعض البيوت، هذا يتلقفه، وها الله يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دخلوا في عرضها وهي لا تدري. كان في المدينة منطقة إلى اليوم اسمها المصانع، إلى اليوم اسمها المصانع. كانت هذه المنطقة يذهبون لقضاء الحوائج، قضاء حاجتها. فخرجت عائشة مع امرأة يقال لها أم مصطح. لما خرجت مع أم مصطح، هذه المرأة أم مصطح عثرت، يعني انزلقت، فدعت على ابنها، فتعجبت عائشة ودافعت عن مصطح لأنه بدري. فأخبرتها أم مصطح أن مصطحا ولغ فيها، يعني قال، وهي لا تدري. فلما رجعت فطنت لماذا النبي عليه الصلاة والسلام طريقة اللطف معها تغيرت. كان في جفاء، كان في جفاء، لطف نقول تغير في اللطف. يعني تعهد منه أشياء قبضها. فاستأذنته أن تذهب إلى أبويها حتى تسألهما، فذهبت إلى أبويها أبي بكر وأمها أم رومان، فتمرضت عندهما رضي الله عنها وأخبرتها. ماذا قالت الأم البصيرة؟ قالت يا ابنتي إنه قلما أن تكون امرأة وضيئة محببة عند زوجها إلا وتؤذى، وهذا أمر معروف، يعني لا يؤذى إلا من أقبل الناس عليه، إلا من أحبه الناس. كانت عائشة يتوخى المسلمون ليلتها حتى يعطوا الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام. فبدهي جدا لو قدر أن الذي كانت متأخرة غير عائشة لما لقال عبد الله بن أبي سلول قولته، لأنه يعرف أنها لم تمشي بين الناس. لكن لما عرف أن هذه الجارية الصغيرة السن الوضيئة الوجه المحببة للنبي صلى الله عليه وسلم يقبل حالها أن يقال فيها ظلما وعدوانا. الله عز وجل سماه إفك، الإفك هو البهتان الذي تفاجأ به، يصدمك، هذا الإفك الشيء الذي يصدمك، وهذه محل طهر فيقال فيه هذا القول. المهم لما قالت هذا القول، لما عادت إلى أبويها أخذت تبكي،
وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما سكت رسول الله سكت أبو بكر، وكان يقرأ في القرآن في سطح البيت ويبكي، ولم ينقل أن الصديق عارض أو ناقش النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع لا قليلا ولا كثيرا تأدبا مع رسول الله، مع أن البنت ابنته الذي يتكلم فيها ابنته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبطأ الوحي خرج إلى الناس وقال فيهم أنهم يعني قالوا في امرأتي على رجل عبد صالح يتكلم عن من؟ عن صفوان بن عطل، لا يدخل على أهلي إلا معي، يعني ليس محل ريبة، يعني حتى الرجل لو فرضنا أن عائشة طاهرة يعني أن سلم يقول لهم فالرجل كذلك طاهر ليس محل ريبة، يعني لا الرجل ولا المرأة. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فأما زيد فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي قال يا رسول الله لم يضيق إلا عليك، النساء غيرها كثير، هو بكونه من العصبة يقول هذا. وغالبا البيوت الآن موجودة مفتوحة معروفة، المرأة وأحماؤها قلما يكون بينهم توافق، هذا أمر معروف، زوجتك زوجتي قلما يكون لها مع أهل بيتك وأهل بيتي توافق، هذا أمر معهود. فعلي من أهل البيت وهي زوجته، زوجة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يحدث شيء من الجفاء بينه وبين علي هذا لا يقدح في عائشة ولا يقدح في علي، هذا يقع مع بين كل الخلق، نفس البشرية يعني. نفس البشرية، لكن أن يأتي كبراء الشيعة فيحملوا هذا الأمر ما لا يحتمل ويجعلوا أن قول أن يجعلوا أن خروج عائشة في صفين سببا للقدح في عرضها هذا بهتان وإفك عظيم يؤدي إلى زلل كما سأبين. المقصود مكثت تمرض في بيت أبيها والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وحي السماء وليست بين يديه حجة قاطعة، حتى جاء النبي عليه السلام إلى أبيها وكان فيها أبو بكر، ثم أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. كان اتهام عظيم بحق سيدة فاضلة سيدة عائشة، فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات.